أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أواخر حصص المنطق ونكمل حصة السيبرنتيقة اللي خدناها قبل كده. وأفكركم بس إن إحنا خدنا قبل كده مفهوم السيبرنتيقة وعرفنا إنها علم جديد نتيجة عدة علوم تداخلت مع بعضها، وإن نوربرت فينر هو المؤسس الحقيقي لهذا العلم، وإننا في السيبرنتيقة بدرس وحلل الطريقة اللي بيشتغل بيها الكائن الحي وحركته عشان أطبقها على الآلات ذات الحركة. وعرفنا النظام السيبرنتيقي وعرفنا إنه هو مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها واللي بتقوم على تبادل المادة والطاقة والمعلومات. وخدنا مجالات السيبرنتيقة وعرفنا إن من أهم هذه المجالات هو الروبوتات، وخدنا سلبيات تكنولوجيا الروبوت وإيجابياته، وبعدين اشتغلنا على إيجابيات تكنولوجيا المعلومات والصور السلبية لها، وكمان عرفنا إزاي نتعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات عن طريق ما يسمى بالثقافة الرقمية والسلوك والصحة والسلامة الرقمية اللي بيطلق عليهم المواطنة الرقمية. وعرفنا مهمة فلسفة الأخلاق وإيه أهمية الوازع الأخلاقي المستند إلى العقلانية وكيف أتعامل معه. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الأساس المنطقي للحاسوب. الأساس المنطقي للحاسوب بدأ مع إسهامات غوتفرد فليهلم ليبنتز سنة 1646 ل 1716. هذا الرجل الألماني والدبلوماسي والمحامي اللي طور حساب التفاضل والتكامل التفاضلي وقدم العديد من الاختراعات في مجال الآلة الحاسبة الميكانيكية وغيرها من الاختراعات. هذا الرجل قادت اكتشافاته إلى اختراع أول كمبيوتر بدائي في العالم، وكان هذا الكمبيوتر لغرض الحساب وتسهيل العمليات الحسابية. الرجل أيضا قادت اكتشافاته إلى ظهور المنطق الثنائي اللي كان أساس لإرساء قواعد أنظمة المعلومات. نبذة صغيرة عن المنطق الثنائي عشان نبقى عارفين بنتعامل مع إيه. المنطق الثنائي ده هو الأساس الفكري والعقلي والمنطقي للكمبيوتر. الكمبيوتر أصلا بيشتغل بدوائر كهربية صغيرة اسمها محولات المقاومة، دي اللي بتمنع أو بتوصل التيار. المنطق الثنائي قايم على إيه؟ على إن لغة الكمبيوتر كله عبارة عن واحد أو صفر. عايز أوصل التيار يبقى واحد، عايز أقفل التيار يبقى صفر. يبقى المنطق الثنائي أساسه الواحد والصفر. لغة الكمبيوتر كلها على بعضها واحد وصفر. أي حاجة في الكمبيوتر، صوت أو صورة أو فيديو أو أي شيء، ما بفهمش إلا حاجتين اتنين، يا واحد يا صفر. هو ده المنطق الإيه الثنائي بلغة بسيطة جدا جدا اللي أسست أو أدت إلى ظهور أنظمة المعلومات. يبقى تاني الأساس المنطقي للحاسوب بدأ على يد ليبنتز اللي عمل حاجتين أساسيتين أدت اكتشافاته إلى اختراع أول كمبيوتر بدائي في العالم، وكمان أدت اكتشافاته إلى اكتشاف المنطق الثنائي اللي ساعد على تكوين لغة الكمبيوتر واللي أرست قواعد وأنظمة المعلومات. وفكرك تاني عشان يبقى عندك معلومات خاصة إن لغة الكمبيوتر ما هي إلا واحد أو صفر. هو ده المنطق الثنائي.
دي أول إسهام. تمام. الأساس الثاني أو الإسهامة الثانية في علم الكمبيوتر كانت لجورج بول اللي عمل المنطق البولي أو ما يسمى بجبر المنطق. ده عالم رياضيات بريطاني ابتكر نوع من الجبر بيحول جميع الأرقام والحروف والأشياء والعبارات والفرضيات وأي لغة ولغات الحالة اليومية اللي احنا بنستخدمها إلى أرقام بحتة. يعني هذا الرجل قدم للبشرية جبر المنطق. جبر المنطق بيحول العلاقات المنطقية إلى رموز جبرية. يعني بدل ما اقعد أقول كلام أحوله لرموز عشان لغة الكمبيوتر تفهمه بسهولة. أصبحت اللغة الرمزية هي أساس العلاقات داخل الكمبيوتر، تحويل أي شيء إلى لغة جبرية. تاني، جورج بول عالم رياضيات عمل نوع من أنواع الجبر يحول الأرقام والحروف والأشياء والعبارات والفرضيات إلى أرقام بحتة، لأن طبعا اللغة بتاعتنا مليانة بالحشو وبالمجازات والتشبيهات، وهذا لا يصلح في التعامل مع اللغة الرقمية أو لغة الكمبيوتر. يبقى لازم نخترع حاجة جديدة تعمل رموز اللي خدناها قبل كده في المنطق الرمزي اللي هي الفي والنقطة والسهم اللي هو الشرط والتشارط والفصل والوصل في المنطق الرمزي قبل كده، وده جزء صغير من المنطق الرمزي وهكذا. فجالنا حد تاني اسمه جون فين، هذا العالم المنطق الرياضي الإنجليزي اللي عمل مخطط فين اللي بنستخدمه في الاحتمالات ومنطق الإحصاءات وعلوم الكمبيوتر. هذا الرجل أو هذا العالم والفيلسوف يشيد بمين؟ بشغل بول، وقال إن جورج بول بيعالج المصطلحات باعتبارها متغيرات جبرية، يعني الكلمات يحولها إلى جبر، جبر بحت، لغة رياضية بحتة، حتى يستطيع الكمبيوتر فهمها والتعامل معها. إذن تاني، إيه الأساس المنطقي؟ يعني اللي عمله الحاسوب في الأصل علماء ومناطق ورياضيين. مين أول واحد؟ لبنتز، الراجل اللي حط أساسيات ساعدت على اكتشاف أول كمبيوتر بدائي يستخدم في الحسابات وتسهيل عملية الحساب. كمان ساعد على اكتشاف المنطق الثنائي. المنطق الثنائي اللي خلى لغة الكمبيوتر كلها يا إما واحد يا إما صفر. يا إما واحد يعني نوصل الطيار، يا إما صفر نفصل الطيار. فأصبحت كل لغة الكمبيوتر بعد كده عبارة عن تتابعات رمزية يا صفر يا واحد، وده أدى إلى إرساء قواعد أنظمة المعلومات. الثاني اللي هو بول اللي كان له الفضل في وضع جميع رموز منطق واللي حولت لغة الكلام العادية بتاعتنا إلى لغة رمزية استخدم فيها الرياضة، وجعل جميع الكلمات أرقام بحتة أو رياضة أو رموز. إذن هو اللي قدم لنا جبر المنطق واللي بيستخدم الآن في الحواسيب. وقلنا إن الصيغ الرمزية في الجبر تصف العلاقات بين مجموعة الأشياء التي لها خصائص مشتركة. يعني بالعادي جدا حول اللغة الحياتية اليومية والعلاقات المنطقية إلى
لغة رمزية جبرية، قلنا خدناها قبل كده في الباب الثاني. جه جون فين أشاد بما صنعه جورج بول، إن منطق جورج بول بيعالج المصطلحات ويعتبرها متغيرات جبرية وما اعتبرهاش مصطلحات كلية. ده الأساس المنطقي للحاسوب. طيب عايز أعرف إيه دور المنطق في تطوير الحاسوب؟ الحواسيب بتتكون من اتنين مكون. المكون الأول وهو المكونات المادية. طب إيه هي المكونات المادية دي؟ هي المكونات الملموسة التي يمكن رؤيتها بالعين واللي نقدر احنا نلمسها بايدينا. طيب وبعدين قال لي ان انا عشان اعمل المكونات المادية دي لازم استخدم حاجة اسمها الثوابت المنطقية اللي عملها لنا المنطق الرمزي اللي قلنا قبل كده خدناه في الباب الثالث، اللي هو الوصل والفصل والنفي والسلب والشرط والتشارط. العلامات اللي احنا خدناها قبل كده، السهم علامة النفي او السلب، علامة الفصل، علامة الوصل وهكذا. طيب الثوابت دي هي طبعا ابداع مين؟ جورج بول. هنحط الثوابت دي نعمل منها حاجة اسمها الدوائر الإلكترونية. طب ايه هي الدوائر الالكترونية ديت؟ اللي هي الدوائر اللي بيمر بيها او بيمر منها التيار الكهربي، اللي هي لو ما اشتغلتش يبقى الكمبيوتر مش هيشتغل. يبقى انا بعمل ثوابت منطقية هأسس منها ما يسمى بالايه؟ الدوائر الالكترونية. الدوائر الالكترونية اللي هي اساس الحاسب الالي. طيب يا مستر معلش، انا برضو مش فاهم يعني ايه المكونات المادية، ولما تجيلي في السؤال ممكن تيجي ازاي؟ انا عايز اعرف يعني ايه مكونات مادية استفيد شوية. حاضر. المكونات المادية يا سيدي هي المكونات الملموسة اللي انا اقدر اشوفها بعيني واقدر المسها، وديت بتبقى ثلاث حاجات. اول حاجة وحدات الادخال، يعني اللي ساعد على إدخال المعلومات إلى الحاسوب أو إلى الكمبيوتر. بتدخل الصوت، بتدخل الصورة، يعني زي الفارة أو الماوس اللي احنا بنستخدمه عشان ندخل المعلومات، زي لوحة المفاتيح الكيبورد، زي المسح الضوئي، السكانر، الكاميرا. كل دي وحدات بتدخل المعلومات أو البيانات إلى الكمبيوتر بتاعي. كمان في وحدات مادية تانية اسمها وحدات الإخراج، زي الشاشة اللي هي بتخرج لي المعلومات اللي انت شايف عليها، المعلومات اللي احنا بنعرضها حالا، وزي السماعة وزي الطبعة. تمام. ده غير كمان الحاجات اللي موجودة جوه زي الرامات اللي هي بتسرع الكمبيوتر او بتبطئه، وزي الأجهزة المستخدمة داخل الكمبيوتر ماديا ويمكن ان انت تشوفها، المقاومات والبوردة واللوحة والحاجات اللي جوه كلها في الكمبيوتر، زائد كمان الصندوق المعدني اللي احنا بنحط فيه الكلام ده كله، والمذر بورد ومشغل الأقراص والسلوك والكابلات اللي موجودة جوه. كل دي اسمها المكونات المادية. يبقى الفارة والماوس والشاشة والحاجات دي فيها وحدات إدخال، وحدات إخراج، وحاجات أساسية وسلوك وما إلى ذلك يعني. طب المكونات المادية دي كلها إيه اللي عملها؟ بنصممها إزاي؟ وإحنا بنعملها بنستخدم حاجة اسمها الثوابت المنطقية. يبقى المنطق له دور في صناعة الحاسوب. أستخدم الثوابت المنطقية اللي هي إيه؟ اللي هي مجموعة الرموز اللي إحنا قلنا عليها من شوية.
اللي هي بنحول الكلمات او بنحول الفروض او بنحول العلاقات المنطقيه الى رموز جبريه. هذه الرموز الجبريه بتساعد على انشاء ما يسمى بالثوابت المنطقيه. الثوابت المنطقيه ادت الى ظهور اللي هو ايه؟ الدوائر الالكترونيه. الدوائر الالكترونيه بتؤدي الى ظهور اللي هي وحده المعالجه الرئيسيه للكمبيوتر، وكده يبقى المكون المادي والمنطق له دور كبير جدا في صناعه الحاسوب. معلش يا مس، تاني، المكونات الماديه هي ايه؟ هي المكونات الملموسه، هي اللي انا اقدر اشوفها، هي اللي انا اقدر المسها، زي الفاره ولوحه المفاتيح والميكروفون والماسح الضوئي والكاميرا، ودي اسمها زي وحدات الادخال اللي بدخل بيها البيانات او المعلومات للكمبيوتر. وحدات الاخراج اللي هي الشاشه والسماعه والطبعه وغيرها. كمان موجود اجزاء تانية في الكمبيوتر، لما تفك الكمبيوتر بتاعك هتلاقي رامات وهتلاقي كابلات وهتلاقي مشغل الاسطوانات بتاعتك وهتلاقي 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 كل المكونات الماديه دي اللي انا بقولها عشان انت تستفاد. اساسها المنطق. ازاي؟ ان احنا استخدمنا في تصميم هذا الجانب المادي الثوابت المنطقيه. الثوابت المنطقيه اللي جايه من الرموز المنطقيه، الرموز اللي حطها مين؟ جورج بول واعوان. طب وبعدين بدات دي تساعد على فتح مبين لعلماء الالكترونيات، فبداوا يعملوا حاجه اسمها الدوائر الالكترونيه اللي ساعد بعد كده على ظهور وحده المعالجه المركزيه او اللي هو بعد كده جهاز الكمبيوتر كامل او الحاسوب. يبقى المنطق له دور في صناعة ماديات الحاسوب. طيب المكون الثاني وهو برمجيات الحاسوب، يعني البرامج. ايه البرامج دي؟ انت حضرتك عندك مجموعة من البرامج اللي هي غير مادية ولا ترى بالعين، وانما هي اللي بتشغل النظام بتاع الكمبيوتر بتاعك. حضرتك بتعمل ويندوز للكمبيوتر، بتروح تسطب ويندوز، بتروح تحط على الويندوز برامج، بتحط برامج ميديا صوتيات، بتحط برامج تشغل لك الالعاب. حضرتك ما تقدرش تشتغل بالجانب المادي بس. يبقى المنطق له دور في صناعه هذه البرمجيات ايضا. من اول ايه؟ من اول قواعد البيانات. قواعد البيانات اللي بتشغل جميع الكمبيوتر بتاعك، واللي بتشغل محرك البحث، واللي بتجاوب على اي سؤال. لازم يبقى عندي قاعده بيانات موجوده. طب احنا بنعملها بايه كمان؟ بلغات البرمجه. عندي العديد من لغات البرمجه اللي عملها المنطق، زي لغه باسيون ولغه سي ولغه الجافا ولغه ولغه ولغه. هذه اللغات هي اللي بتترجم قواعد البيانات اللي موجودة عندي، وهي اللي بتبرمج الفيديوهات، وهي اللي بتخليني أعمل الألعاب. بدون لغات البرمجة وبدون قواعد البيانات أنا مش هقدر أشتغل على الإيه؟ الكمبيوتر بتاعي أو الحاسوب. تمام؟ زي لغة سي مثلا هي الأساس في صناعة الذكاء الاصطناعي. انا ما اقدرش اعمل اي ذكاء اصطناعي من غير لغه السي مثلا. دي ايه اللغات دي؟ لغات برمجه. لو انت مثلا ان شاء الله نجحت في الثانويه العامه ودخلت كليه الذكاء الاصطناعي هتدرس الكلام ده بالتفصيل وهتعرف. يبقى المكون الثاني من مكونات الحاسوب وهو البرمجيات. ساهم المنطق في بناء البرمجيات بدءا من إدارة قواعد البيانات، مرورا بتصميم لغات البرمجة، وصولا للذكاء الاصطناعي. طب إيه؟ كل دول جايين من المنطق الرمزي. طب تاني، معلش يا مستر، بره الكتاب، يعني إيه البرمجيات؟ يعني مجموعة البرامج المعنوية الغير ملموسة الغير مادية ولا ترى بالعين، لكن نتيجتها هي اللي بتتشاف. يعني
نتيجة هذه البرمجيات أنا بفتح الكمبيوتر بتاعي وبلعب ألعاب، برنامج معين هو اللي بيشغل لي الفيديوهات بتاعتي، عايز أسمع صوتيات على الكمبيوتر أنا بشغل برنامج MP3 مثلا، هو بيساعدني على إني أسمع صوتيات. دي اسمها لغات البرمجة، أو آسف دي البرمجة. بيعمل لغات البرمجة ديت، أو مين اللي بيعمل البرامج؟ المنطق. يبقى المنطق له دور في صناعة ماديات الحاسوب، والمنطق له دور في صناعة برمجيات الحاسوب. طب البرمجيات بتبدأ بإيه؟ قواعد البيانات. إيه قواعد البيانات؟ اللغة اللي بيشتغل عليها محرك البحث. أحط بيانات وبعمل القواعد دي كلها وبحولها لرموز، وانت بتكتب على محرك البحث بتاعك اي سؤال او استفسار، وهو بيطلع لك على طول البيان او المعلومة اللي انت عايزها. كمان بستخدم المنطق في صناعة لغات البرمجة. ايه لغات البرمجة؟ مجموعة من اللغات اللي بتستخدم لبرمجة الحاسوب، زي لغة سي ولغة جافا ولغة الويندوز والكلام دي اللي اللغه. يعني انا عايز اقول برضو لحضرتك ان البرامج عندنا انواع، في برامج تشغيليه اللي هي بتشغل الكمبيوتر وبتديله الاوامر ولا يمكن ان يعمل هذا الحاسوب بدونها، زي الدوس والويندوز، دي مستحيل تشتغل عندك الحاسب الالي الا اذا كانت برامج التشغيل دي موجوده عليه. انما الفيديو والحاجات دي كلها اسمها برامج تطبيقات، بتقدم لك خدمات، بتعمل لك جداول الكترونيه، بتعمل قواعد بيانات للالعاب، بتعرض لك وثائق، بتعرض لك ميديا، بتعمل لك صوتيات وهكذا. كل دي برامج الباحث في الذكاء الاصطناعي بيستخدم المنطق في عمل كل هذه الايه الاشياء. خلاص، من اول قواعد وصولا للغات البرمجه، وصولا للذكاء الاصطناعي اللي هو البرنامج الذكي اللي بيبدا يفكر زيك بالظبط. هذا دور المنطق في صناعه ماديات الحاسوب وفي صناعه برمجيات الحاسوب. يبقى هل المنطق له دور عندنا في الحاسوب؟ نعم، للمنطق دور في تطوير الحاسوب بدايه من المكون المادي اللي بيصمم الثوابت المنطقية اللي بتعتمد على الرموز اللي وضعها جورج بول، اللي بقت فتحت مجال كبير جدا في علم الحاسوب وعملت الدوائر المنطقية اللي وصلت إلى وحدة المعالجة المركزية. وصولا إلى المكون الثاني ألا وهو البرمجة اللي هي صناعة البرامج اللي بتشغل الكمبيوتر او بتشغل اللي هي الايه الافلام او الفيديوهات او الاشياء اللي موجوده على الكمبيوتر، بدايه من قواعد البيانات، مرورا بتصميم لغات البرمجه، وصولا الى الذكاء الاصطناعي. وعرفنا يعني ايه قواعد البيانات، وعرفنا يعني ايه لغات البرمجه، وعرفنا يعني ايه الذكاء الاصطناعي اللي لسه هنتكلم عنه تفصيلا حال. كل ده متاخد من المنطق، يبقى هناك علاقه وثيقه جدا بين المنطق والذكاء الاصطناعي. تمام؟ طيب، بيقول لك انه انا لما اجي اعمل ذكاء اصطناعي بعمل قواعد بيانات واخزن البيانات على الكمبيوتر بتاعي، وبعدين بيبقى قايم ده كله على اساس العلاقات المنطقية والفكرية والتماثل القائم بينها. طيب، الذكاء الاصطناعي، أفكرك تاني بحاجة بسيطة بس قبل ما نقلب، إن الماديات ممكن تكون ماديات إدخال أو ماديات إخراج، وإن البرامج ممكن تبقى برامج لتشغيل الكمبيوتر أو برامج بتطبق وتؤدي إلى خدمات. طيب، دلوقتي هنخش في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو أحد علوم الحاسوب، وهو إن أنا بحاول أخلي الحاسب الآلي يقوم بعمليات
تشبه تماما ما يقوم به العقل البشري، يعمل عملية تعليم، تنبط، اتخاذ قرارات، حل المشكلات، حل مسائل حسابية زي الآلة الحاسبة كده مثلا. تمام؟ يبقى هو أحد علوم الحاسب الحديث، والذي يجعل الحاسوب يقوم بالعديد من المهام التي تشبه تقريبا ما يقوم به الذكاء البشري من تعلم واستنباط واتخاذ قرارات. يعني بالعادي كده الذكاء الاصطناعي بيخلي الحاسب الآلي يحاكي الذكاء البشري، يحاكي العمليات التي تحدث داخل العقل البشري. أصبح لدى الحاسوب القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. انت حضرتك دلوقتي لما بتفتح الموبايل بتاعك وتيجي على محرك البحث جوجل وتتكلم وتقول له انا عايز مثلا برنامج او لعبة معينة، وبتنطق ببقك، الموبايل بتاعك بينفذ الامر حرفيا وبيروح يدور لك على محرك البحث في قواعد البيانات على البرنامج اللي انت عايزه او اللعبة اللي انت عايزها او الموضوع او البحث اللي انت عايزه ويجيبه لك لغاية عندك غير ما تتعب ايدك ولا تكتب ولا حاجة. ما هو ده ذكاء اصطناعي، ده الكمبيوتر قام بما لا تستطيع ان تقوم انت به او مثل ما تستطيع ان تقوم انت به، وحللك المشكلة وخلاك قاعد في مكانك واتخذ القرارات باسلوب منطقي ومرتب وبنفس الطريقة اللي عقلك بيشتغل بيها. يبقى ده ايه؟ ذكاء اصطناعي. طيب يبقى الخلاصة ان الذكاء الاصطناعي هخلي الآلة تعمل كما يعمل العقل الايه؟ البشري، وتقوم بكل يعني العلاقة ما بين الانسان والآلة. طيب ايه العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي؟ انا عرفت العلاقة بين المنطق والحاسوب، وإن المنطق بيستخدم في ماديات الحاسوب وفي برمجيات الحاسوب، ولا يمكن أن يوجد حاسوب أو كمبيوتر بدون أبدا استخدام المنطق، وخاصة المنطق الرمزي الذي كان أحد إسهامات جورج بول وكثير من العلماء الذين تبعوه. إيه بقى العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي؟ أولا العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي علاقة ثابتة إلى حد ما. يعني إيه ثابتة إلى حد ما؟ يعني المنطق يستخدم في صناعة الحاسوب. طب ومال؟ وبعدين سنة 2 3 4 يستخدم المنطق في صناعة الحاسوب وفي حل مشاكله. لكن احيانا تظهر بعض الموضوعات التي تتحدى قدرات المنطق في الذكاء الاصطناعي. يظهر حاجه جديده المنطق مش قادر يحلها، فتبدا تفتر العلاقه بين المنطق والذكاء الاصطناعي. تفتر يعني ايه؟ يعني تقل شويه، يعني الثقة في المنطق تقل حبة. لكن هل هم مشى دور المنطق في الذكاء الاصطناعي؟ أبدا، ما زال المنطق سيد الموقف في الذكاء الاصطناعي. لكن الموضوع ان العلاقة ايه؟ فترت شوية وبعدين تنخفض أسس المنطق شوية، سرعان ما يجد المناطق اسلوبا لحل هذه المشكلات. ويكتشف العلماء أن المنطق هو اللغة الوحيدة التي استطاعت أن تحل مشكلة الذكاء الاصطناعي، فتعود العلاقة إلى سابق قوتها مرة أخرى، وتعود إلى علاقة شديدة بين المنطق والذكاء الاصطناعي. لذلك العلاقة ثابتة إلى حد ما، عاملة زي المنحنى تطلع وتنزل لكن ما بتهماش. يبقى تاني
العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي علاقة ثابتة إلى حد ما. العبارة صحيحة دائما، العبارة خطأ. ليه؟ لأنه يستخدم المنطق في الذكاء الاصطناعي. اثنين، أحيانا تظهر موضوعات تتحدى قدرات المنطق، يركن المنطق سنة يفكر فيها. العلماء تظن ان المنطق مش قادر يحل المشكلة، لكن سرعان ما يعود المنطق مرة اخرى ويحل هذه المشكلة، ويدرك علماء الذكاء الاصطناعي ان المنطق هو الاداة الانسب للتعامل مع هذه القضايا، ومحدش يقدر يحل المشكلات دي الا المنطق. وتعود العلاقة بين المنطق والذكاء الى قوتها مرة اخرى. وهنا العلماء انقسموا الى فريقين، فريق مؤيد لاستخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، وفريق معارض لاستخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي. فريق بيقول لك منطق يحيى المنطق، ولا نستطيع ابدا ان نحل مشاكل الذكاء الاصطناعي الا، وفريق يرفض تماما استخدام المنطق وقال لك لا ما ينفعش. تعال مع بعض نتعرف على الفريقين، الفريق المؤيد والفريق المعارض. الفريق المؤيد اللي هم فريق المناطقة بتوع المنطق بيقولوا ايه؟ مستحيل نقدر نعمل برنامج حاسب ذكي الا اذا استخدمنا لغة المنطق. طب يا عم البشر ممكن ما يفهموش لغة المنطق لانها لغة رمزية. قال لك بغض النظر عما اذا كان البشر يفكرون بهذه اللغة ام لا، عملنا لغة رمزية شاملة موجودة في كل العالم، وكل العالم هيستخدمها بغض النظر ان حضرتك دي لغتك الاصلية ولا مش لغتك الاصلية. يبقى اي هذا الفريق تصميم برامج للحاسوب الذكي وفقا لاستخدام لغات المنطق، وفقا لاستخدام لغة المنطق بغض النظر عن انها الطريقة التي يفكر فيها البشر ام لا. طيب الفريق ده بيقول ايه؟ المنطق قلب الذكاء الاصطناعي. طب ليه يا عم؟ لان المنطق يوجد به انساق صورية. المنطق به انساق صورية تجعل الاستنباط المنطقي اساس الذكاء الاصطناعي. يعني تجعل الاستنباط اللي احنا خدناه قبل كده مقدمات ونتائج هو اساس لمين؟ للذكاء الاصطناعي. طب مين؟ انا عايز اخد مثال جون ماكيرسي. جون ماكيرسي عالم امريكي يعتبر ابو الذكاء الاصطناعي. الرجل ده اول من اطلق على الذكاء الاصطناعي اسم او لقب مصطلح الذكاء الصنعي. يعني اللي اطلق اصلا على الذكاء الاصطناعي اسم الذكاء الاصطناعي هو ماكيرسي. ده الرجل ده هو اللي اطلق عليه، وقعد يدافع عن المنطق ودوره في الذكاء الاصطناعي، ووقف قدام العالم كله يرى ان حل مشاكل الذكاء الاصطناعي لن يكون الا بابتكار نسق منطقي يقوم على التفكير الذكي. يبقى مين؟ جون ماكيرسي. قال ايه؟ قال ان مشكلات الذكاء الاصطناعي لن تحل ابدا الا بابتكار نسق منطقي يقوم على آلية التفكير الذكي. مين جون ماكيرسي؟ ده راجل امريكي ابو الذكاء الاصطناعي، هو اللي اخترع لقب الذكاء الصنعي او الذكاء الاصطناعي. طب مين كمان؟ كوالسكي. ده راجل بيقول لا توجد لغة صالحة في الذكاء الاصطناعي غير لغة منطق المحمول. لا، اللي هو القضية الحملية وما إلى ذلك. لا يمكن أن توجد لغة صالحة للتعبير عن المعلومات غير لغة منطق المحمول. ده مين؟ ده الفريق المؤيد لاستخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي. كارسي وكوالسكي ودفعوا واستماتوا في ذلك، وقالوا ان المنطق هو اساس ذكاء الاصطناعي. الفريق الثاني المعارض ده الفريق السيكولوجي اللي هو فريق علماء النفس. طب بيقول ايه؟
بيقول لك لا يمكن فهم الذكاء الاصطناعي إلا إذا تجنبنا صرامة وقطعية المنطق واهتموا بدلا منه بفحص تركيب عمليات التفكير البشري. يعني عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل جوه التفكير البشري او العقل البشري. حاولوا تصميم وبناء حاسبات تحاكي العقل البشري دون اللجوء الى المنطق. حاولوا، هل نجحوا؟ هل فشلوا؟ محدش قال لنا. يبقى انا عندي فريقين، فريق بيدافع ويستميت حول استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، وفريق بيقول لك لا احنا مش هنستخدم المنطق في الذكاء الاصطناعي. طب ايه رايك في الفريقين؟ الفريق الاول كان مغاليا جدا لتأييده للمنطق، لان المنطق احيانا عجز عن معالجة بعض القضايا مثل التفكير غير الرتيب والتفكير بالحس المشترك. واحب اقول لحضراتكم انه في الاخر استطاع زي ما قلنا انه يحل هذه المشكلات، انه اللغة الوحيدة التي تستطيع، وهنعرف بالحصص الجاية انه قدر يحل هذه المشكلات مرة اخرى وعادت له مكانته وريادته. الفريق الثاني قال انا هعمل وحاكي العقل البشري والعمليات اللي بتتم في التفكير بس ما قاليش ازاي. يبقى الفريق الاول بالغ جدا والفريق الثاني ما وضح ليش ازاي. طيب انت ايه رايك بقى؟ على الرغم من هذا الانقسام اللي حصل والفريقين اللي قالوا، الا ان العلاقه بين المنطق والذكاء الاصطناعي ما زالت علاقه قويه. ايه دليلك؟ الاستخدام المتعدد للمنطق في العديد من المجالات الفرعية مثل فهم ومعالجة اللغات وتصميم وبناء التفكير بالحس المشترك اللي هو ما عرفش يحله قبل كده حله دلوقتي، وحل المشكلات كلها واستفاد من استخدام أدوات ولغات المنطق المختلفة. كمان إنه مهندسي وعلماء الحاسوب عاد مألوف عندهم ان هم يستخدموا المنطق في الذكاء الاصطناعي، وعرفوا انه اهم العلوم التي يجب تعلمها اولا قبل تعلم الذكاء الاصطناعي. يبقى الخلاصة ان احنا عندنا المنطق ودوره في الذكاء الاصطناعي مهم جدا، ورغم ان العلاقة تتذبذب ما بين الصعود والهبوط، الا ان العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي على اختلاف او اتفاق الفرق ثابتة الى حد ما، ولا يمكن ابدا ان يهمش دور المنطق في العلاقة بينه وبين الذكاء الاصطناعي، واصبح حياتنا الان تستخدم المنطق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، وان العلماء والمهندسين وعلماء الحاسوب يعني اكتشفوا تماما انه لا يمكن دراسه الذكاء الاصطناعي بدون دراسه المنطق. طيب تعال نراجع مع بعض ونشوف بعض الاسئله. السؤال الاول، عمل على تجريد المنطق والتعامل معه على اساس رمزي خالص ورياضي بحت، هل لبنتز ولا جون فين ولا نوربرت فينر ولا جورج بول؟ فكر مين اللي حول العلاقات المنطقية وجردها وبدأ يستخدم الأساس الرمزي والرياضي بدل الكلمات وحول كل شيء إلى رياضة بحتة. تمام، جورج بول، برافو، ممتازين. عدل النظام الرقمي الثنائي وهو النظام الذي تقوم عليه الحواسيب الرقمية الآن، هل هو جون فين ولا لبنتز ولا جورج بول ولا فينر؟ فكر معاك اهو. مين اللي اساس النظام الرقمي الثنائي؟ برافو، غورتفيرد في الهلم لبنتز. تمام جميل، اللي عمل نظام او اللي هو مهد لنظام الصفر والواحد المنطق الثنائي. الذاكره او الرام هو أحد المكونات الأساسية للحاسوب، وبدونها لن تتم العديد من العمليات، زي مثلا سرعة الحاسوب أو بطء الحاسوب. دي تعتبر من
مكون برمجي ولا تغذية راجعة ولا مكون مادي ولا جهاز الكمبيوتر نفسه الذاكرة أو الرام؟ اللي أنا شايفه بعناية، اللي أنا لمسه، اللي بمسكه بإيدي كده وأحطه جوه الكمبيوتر في مكانه عشان يسرع الإيه؟ أيوة سمعك، برافو، اللي هو المكون المادي للحاسوب. تمام، يعتبر جون ماكيرسي من أهم معارضي استخدام في الذكاء الاصطناعي. رأيك صح ولا غلط؟ اللي قال لك إيه؟ أنا عايز نسق سوري لحل مشكلات المنطق، اللي خلى الاستنباط أساس عملية المنطق، يبقى العبارة سمعك، برافو، العبارة خطأ. ده من أشد مين؟ المؤيدين لاستخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، ده هو اللي سمى الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي. طيب الشاشة والسماعات من أهم وحدات تكوين الحاسوب، وهي تعتبر من نقط الحاسوب، مدخلات ولا مخرجات ولا نظام تشغيل ولا تكنولوجيا معلومات؟ الشاشة والسماعة اللي بتوريني الصورة والصوت. تمام، سامعك، برافو. مخرجات البيانات دي اللي بتخرج لي، بتبين لي، بتوريني. نظام التشغيل جافا من أهم نظم تشغيل الكمبيوتر، ويعتبر من للكمبيوتر المكونات البرمجية للحاسوب ولا إيجابيات الروبوت ولا مكونات مادية للحاسوب ولا سلبيات الروبوت؟ نظام تشغيل، جميل، مكونات برمجية للحاسوب. قدر الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي يقوم بها العقل البشري كحل المشكلات والقيام بالعمليات الحسابية المعقدة. هل هي السيبرنتيقة؟ هل هي الثقافة الرقمية؟ هل هو الذكاء الاصطناعي؟ هل هو المكون المادي للحاسوب؟ فكر. تمام، برافو عليك. الذكاء الاصطناعي، محاكاة العقل البشري، محاكاة الذكاء البشري. الفارة أو الماوس والكيبورد والقرص الصلب للسي دي من أهم مكونات الكمبيوتر، وتعتبر من مدخلات ولا مخرجات ولا نظام تشغيل ولا تكنولوجيا المعلومات؟ الفارة اللي انت ماسكها في ايدك دي، تمام، مدخلات البيانات. برامج الصوتيات والميديا وتشغيل الألعاب من أساسيات الحاسوب، وتعتبر من ماديات الحاسوب، إيجابيات الروبوت، برمجيات الحاسوب ولا الأمن الرقمي؟ تمام، برمجيات الحاسوب، لأنها برامج خدمية. كانت له العديد من إسهامات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأول من أطلق عليه الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الصنعي، كواليسكي ولا جون ماكيرسي ولا جورج بول ولا جون فين؟ لسه قايلينه، برافو، جون ماكيرسي. كان لجورج بول السبق والريادة في ترميز العلاقات المنطقية وتحويلها لعلاقات جبرية وظهور مصطلح جبر المنطق. العبارة صح ولا غلط؟ أول واحد حول الكلام لرموز، برافو، العبارة صحيحة. العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنطق علاقة ثابتة بصفة مطلقة، صح غلط؟ برافو، العبارة خطأ، ثابتة إلى حد ما. عارض الاتجاه السيكولوجي بشدة استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، صح ولا غلط؟ عارض الاتجاه السيكولوجي النفسي استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، برافو، العبارة صحيحة. يعارض كواليسكي استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي، العبارة صح ولا غلط؟ العبارة يا مستر غلط، لأنه من ضمن الناس اللي دفعت عن استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي. انتهت حصتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم حاجة.
ربنا يوفقكم ان شاء الله.